ثيوم 3 اوكي. احنا خلاص عرفنا ثيوم 2 كلمتني عن مين؟ عن التراينجل. لما يبقى عندي دلوقتي التراينجل وعندي دي ميد بوينت ومن عندي دي دروينج واي اوكي بارل تو ذا سايد، بيبقى الواي دوت بايسكت الايه؟ السكند سايد وبارل للثيرد. يعني هنا دي هنا ميد بوينت بارل اوكي والواي دوت بايسكت. ثيوم نمبر 3 بتقول لي ثيوم 3 طبعا كان في كورولاي على ثيوم 2 كنت انا اربطها لكم ببعضها لان دي اللي هتبقى مدخل لثيوم 3. ايه هي؟ كانت بتقول لي ان اللاين سيجمنت، هو قال دلوقتي قال لي لو كان دي اي ديت لاين سيجمنت، هو قال لي في الثيوم دي اي دي واي، لا هو لو قال لي لاين سيجمنت جوينج بتوين تو ميد بوينتس بتكون بارلل تو ايه؟ تو ذا ثيرد سايد، عشان دي هتبقى مدخل لثيوم 3. line segment joining between two midpoints parallel to the third side. okay. تاني line segment joining between two midpoints parallel to the third. ثيوم 3 بتقول لي بقى عارف line segment اللي احنا اتكلمنا عنها في اخر كورولاي؟ طيب هي عباره عن ايه بقى line segment؟ اهو ادي عندي ترينجل اسمه A B C اوكي معايا. عندي هنا اللاين سيجمنت اسمها ادي اي ودي اسمها دي. اللاين سيجمنت جوين بتوين تو ميد بوينتس اوكي بتبقى عباره عن ايه؟ اه بارل تو ذا ثيرد. بس قال لي لا مش هتبقى كده بس، لا ده هي كمان ايكوال هاف للسي بي. يعني انا المفروض ان انا يكون عندي ان الاي ميد بوينت اوكي والدي كمان ميد بوينت. دلوقتي عمالين بنشرح الثيوم، انا مش لا كتبت لا جيفن ولا ريكواير تو فايند ولا عملت كونستراكشن ولا عملت حاجه خالص. انا كل اللي بشرحه لك بنشرح الثيوم نفسها. ركزوا معايا في الحته دي جدا لان دي عباره عن ستوري قصه ببعضها. بالنسبه لثيوم 2 وكولاي وثيوم 3 هم مع بعضهم بيبقوا حلقه مع بعضهم كده، لازم يكونوا مربوطين ببعض. ان انا عندي دلوقتي التراينجل اسمه اي بي سي، قصتي ان الاي ديت ميد بوينت والدي ديت ميد بوينت، وان انا عندي كمان الاي ديت بارلل تو مين؟ تو سي بي. اوكي؟ الاي دي لاين سيجمنت لاين سيجمنت جوينينج بتوين تو ميد بوينتس، طالما دي ميد بوينت يبقى دي ايكوال دي. لازم احنا كده في الجيومتري دي اللغه بتاعتنا. تين كلمه ميد بوينت اي اي ايكوال اي سي، وطالما دي ميد بوينت يبقى اي دي ايكوال دي بي. اوكي طيب ايه الريليشن اللي انا عايز اوصل لها؟ اللي انا عايز اوصل لها ان لاين سيجمنت جوين بتوين تو ميد بوينتس بتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى هو هي بارلل وهي بارلل تمام؟ هو قالها لي في الكورولاي. يبقى ان الاي دي بقى اللينس بتاعها، ودي ثيوم 3 بتقول لي كده ان اللينس بتاعت اللاين سيجمنت جوين بتوين تو ميد بوينتس ايكوال هاف ذا ثيرد سايد. ما هو ده سايد وده سايد بس ده ثيرد سايد. تاني E D line segment joining between two midpoints parallel to the third بس لا equal the third side. لان بتاعها equal the third الهاف بتاع الثيرد سايد، الهاف بتاع الثيرد سايد. طيب البروف بتاعتها هنحتاج فيها ايه؟ هنحتاج فيها كونستراكشن. الكونستراكشن بتاعي بيقول لي ان احنا درو ري اي اف. اي اف ده هيبقى ايه؟ parallel to اي بي. احنا هنرسم دلوقتي الكونستراكشن بتاعي درو الاي اف بارلل للاي بي. انا هعمل كونستراكشن. طب الجيفن بتاعت الثيوم ايه؟ الجيفن بتاعت الثيوم، انا كل كلام يا جماعه كل الكلام ده مكتوب عندنا في الكتاب، انا كل اللي بعمله توضيح للشرح بتاعنا. كلام موجود يو بوك بيج 63. بيج 63 اللي عايز يلجا تاني للبروف، انا كل اللي بكتبه معاك توضيح للبروف ده او يعتبر ايه شرح للثيوم نفسها. طيب انا دلوقتي بالنسبه لي انا عايز اوصل لايه؟ احنا عايزين نوصل ان الاي دي اللينس بتاعها هاف من مين؟ من السي بي. طيب انا هعمل ايه؟ انا ما عنديش دلوقتي اي حاجه بالنسبه لللينس، فقال لك ان انا هعمل اي اف بارلل للاي بي. طالما بارلل هنستفاد من ايه؟ ثيوم 2 كولاي قال لي ده الاي اف بارلل للاي بي وعندي الاي دي بارلل للسي بي. اوكي طيب طالما اي دي بارلل وانا الاي اف بارلل يبقى انا عندي حاجه اسمها ايه؟ الشكل ده يبقى اسمه ايه؟ الشاطر بقى فيكم اللي يقولها لي. الشكل ده طالما
بايرل 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 اتش تو اوبوزيت سايدز ار بايرل، اتكون لي شكل ايه؟ بايرلو جام. تمام، برافو عليكم، انا سمعتها ان انتوا قلتوها اهي، دي اسمها الشكل ده، يبقى اسمه ايه؟ بايرلو جام.